السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنصور لكم وزن الكتكوت عمر 15 يوم. النهاردة 15 يوم من عمر الكتكوت. بسم الله ما شاء الله لسه هتطلعهم أكل، في اللي أكل ونام وفي اللي لسه بياكل. نوزن 4 كتاكيت نشوف هيطلعوا كم كيلو ونعرف الكتكوت هيبقى كام. هنعطي 4 في الشنطة دي اهو، اختار اي 4. ادي 1 2 3 4. الميزان اهو مظبوطة على السر، جاي الميزان مظبوطة على السر، تمام على السر اهو. الأربعة كتاكيت هنشوف، بسم الله ما شاء الله، يعني نقول كيلو كام؟ هو الميزان مش دقيق قوي، يعني 2 إلا 100، يعني قرب في 500 جرام او 450، يعني يتراوح ما بين كده. يعني لو وزننا كل واحد لوحده يتراوح بين 450 و 500 جرام. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.